يو جي 22 او يو جي 22 هو الدرون الاوكراني الذي تجاوز الحدود مع روسيا الى العمق ب 460 كيلومتر والوصول الى 90 كيلومترا من الكرملين. واستقلالية هذا الدرون 1600 كيلومتر، وبذلك يمكن الوصول ليس الى موسكو وحدها وانما الى كل روسيا والى كامل الاورال. آخر يوم في فصل الشتاء الروسي يحمل أكثر من رسالة درونية وإن لم تصل إلى كامل أهدافها حسب الأوكرانيين. فهذه الدرونات الكاميكازية وصلت إلى بيلغورود، وأخرى أسقطت في أديجية، وإعلان طوارئ في الكرملين، وكل هذا وأجواء بيترسبرغ أغلقت. وهناك مقاتلات عادت أدراجها، خصوصا وأن طائرة القيادة للرئيس بوتين، الطائرة الأولى رقم واحد إليوشن 96-300 بي يو راشا 96016، عادت أدراجها وألغت زيارتها إلى لينينغراد. هناك تجاوزات حسب الأوكران، لأن درونا غير معروف جرى تحديده من طرف الروس وانتهى خارج الرادار من خلال مرحلة معقدة من الحرب الإلكترونية. وأسقط درون في ديباستوفو قرب موسكو 90 كيلومترا عن الكرملين وب 460 كيلومترا عن حدود أوكرانيا. وسبق نشر صورة هذا الدرون وهو من طراز يو جي 22 الطراز الأوكراني لأول مرة من شركة يو كي آر جيت، تماما كما ظهر في معرض الأسلحة والأمن في عام 2021، ويمكن أن تكون حمولته حسب الإشارات التي هي منشورة على موقع الشركة 20 كيلوغرام من المتفجرات، ويمكن أن يصل إلى مسافات أبعد لأن الشركة تؤكد إمكانية أن تكون حمولته 800 كيلوغرام، وهذه إضافة بالأساس من الإعلام الأوكراني ولا سند لها، وإلى مدى يصل إلى 1800 و1600 كيلومتر. وحاليا يمكن الوصول إلى عمليات داخل العمق الروسي، ويمكن دخول معركة المسافات بين كل من أوكرانيا وروسيا. إذن اليو جي 22 لديها ترتيبات مضادة في الحرب الإلكترونية بقطر الحركة في حوالي 100 كيلومتر المضبوطة، قطر الحركة المضبوطة، لكن بالنسبة لاستقلال الحركة يصل إلى 800 كيلومتر. وهنا وقع خلط ما بين 800 كيلومتر كحركة مستقلة للدرون وبين الحمولة. كذلك الشأن بالنسبة لل 120 كيلومتر وفي حدود قصوى في 160 كيلومتر. إذا سرعة الاعتراض في 120 كيلومتر، سرعة القصوى لهذا الدرون 160 كيلومتر، وأيضا لديه حمولة لا يشكك فيها الخبراء بحدود 20 كيلوغرام. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. المعلوم من خلال الوثائق التي في معرض 2021 وأيضا من موقع الشركة المصنعة، كل هذا يجمع على أن قصة 800 كيلوغرام غير ممكنة ولا يمكن بأي حال تصورها في هذا الدرون. إذن هذه مسألة منتهية رغم ما يقوله الإعلام الأوكراني. بقي الأمر معلقا بالعشرين كيلوغرام فقط، لأن هذا الدرون بالأساس هو موجه للاستعلام ولديه أهمية شديدة بخصوص إجراءات المضادة في الحرب الإلكترونية. الحرب الإلكترونية هناك تقنيات الحرب الإلكترونية وهناك تقنيات مضادة في الحرب الإلكترونية. إذا أمامنا نوعين من هذه التقنية، فهناك التقنيات المضادة للحرب الإلكترونية أو في الحرب الإلكترونية، هذه لديها نتيجة استثنائية. وهذا الذي يمكن تأكيده الآن، أن مسألة الإجراءات
المعمول بها في الحرب الإلكترونية المضادة يختلف بشكل جذري عن الحرب الإلكترونية وتقنيات الحرب الإلكترونية، لأنها يمكن استغلالها ويمكن أيضا أن تكون الإجراءات مضادة. إذا الحرب الإلكترونية فيها إجراءات وإجراءات مضادة، ولذلك فإن هذا الدرون هو للإجراءات المضادة، وبالتالي فإن هناك تجريب لهذه الإجراءات. وواقع الحالي أن هذه الإجراءات فشلت في روسيا، عموما فشلت في روسيا، وهذا أمر واقع، لأن هذا الدرون هو أكبر درون لديه ما سمي بالإجراءات المضادة في الحرب الإلكترونية. لذلك فلا درون واحد وصل إلى هدفه لسبب رئيس، لأن كل هذه الإجراءات المضادة في الحرب الإلكترونية لم تستخدم بالشكل الكافي أو فشلت ببساطة شديدة، أو على الأقل يمكن التدقيق فنيا لنقول إن في الحركة المستقلة، يعني في الطيران المستقل عن الحركة المضبوطة، الحركة في حدود 100 كيلومتر، هذا الذي يمكن من خلالها تدقيق هذا الدرون وتوجيهه، يعني أن 100 كيلومتر قابل للتوجيه، ما بعدها مباشرة يصبح مستقلا. في هذه الحالة الإجراءات المضادة في الحرب الإلكترونية التي لديه أو الميكانيزمات المضادة هذه لم تشتغل بالشكل الكافي على الأقل. إذا أمامنا هذا التطور. التطور الثاني بالنسبة للوزن، جميع الذين يعرفون الدرونات فإن هذا الدرون لا يتجاوز 20 كيلوغرام، والعشرين كيلوغرام من المتفجرات على وجه دقيق، لا أقل ولا أكثر. إذا العشرين كيلوغرام، وكي يكون لها قوة هذه الحمولة، كي تكون لها القوة والأثر، فقد اختارت مباشرة ضرب الغاز وأيضا شركات البترولية أو المستودعات. لما؟ ليكون الحريق هو الذي سيسبب الكارثة، ليس العشرين كيلوغرام، بل أساسا ما سيكون عليه حالة الاصطدام. لهذا فالأمر يتعلق بالعشرين كيلوغرام للدقة فقط. وأمامنا مهمة أساسية لهذا الدرون كما ذكرنا، التجسس، ووصول بالتجسس بهذا الدرون واختراق هذه 460 كيلومتر باتجاه الكرملين. وفي واقع الحال فإن الذي أربك بشكل كبير هو طائرة الرئيس، طائرة الرئيس التي طارت وكانت متجهة إلى لينينغراد. على أي حال، هذا حسب المصادر الروسية والأوكرانية وغيرها. ومهم جدا بالنسبة لهذه النقطة اليوجي 22 أو اليوجي 22، فإن مجرد حدوث مثل هذا التطور على أساس الاختراق و460 كيلومتر و90 كيلومتر عن الكرملين، كل هذا يعتبر بمثابة أمر رئيس. لكن في الأجواء لاحظنا أن مقاتلات في موسكو صعدت للأجواء وتتبعت هذه الأجواء، لكنها لم ترغب إلا في تقليل خسائر تفجير مثل هذه الدرونات أو الطائرات من دون طيار. لهذا فإن اليوجي 22 أساسا كانت بنية قبل الحرب، اليوم تتجدد هذه البنية وتعود مرة أخرى. وهذا هو المهم، أن هناك صناعات أوقفتها الحرب وبعدها اليوم جددت لتأخذ مسارا آخر. هنا يطرح سؤال حول الدرون غير المحدد، والمعتقد أنه سويتش على وجه دقيق، معنى ذلك أن سويتش 600 أو الأس 600 هذا الدرون هو المتوقع، وهو الذي عمل على مراوغة وتشويش الرادارات. والمؤكد هو أن هذا الدرون المجهول هو الذي تحدثنا عنه في الفيديو السابق، والذي يمكن اليوم اعتبار أن ما حدث قريبا من روزنافت وقريبا من غازبروم، كل هذا يكشف إلى أي مدى كان هذا الدرون يستهدف تفجيرات عالية
ما سيصطدم به، وهذا هو الأمر المتوقع، خصوصا وأن نسبة الطيران كانت في حدود 50% من نسبة الاستقلالية. نحن نتحدث عن 800 في الاستقلالية، وبالنسبة لهذه المسافة فهي في حدود 460، وهذا الذي جعل من أي مسافة أخرى ستعطينا حوالي 40 إلى 50 مترا بعيدا عن الأهداف. هذا في حال وصوله إلى الأهداف، فإن إمكانية الخطأ تصل إلى حوالي 50 مترا. إذن أمامنا هذا التدقيق الذي أراده الروس أن يعرفوا أي تقنية موجودة ومحاولة الوصول إليها ومعرفة ما هي الشركة، وكل هذا ليكون أساسا رد الفعل على الدرونات، وبالتالي فإن العملية اليوم ستكون مختلفة بعد الوصول إلى موسكو، وسيكون الرد ربما صادما أيضا. لكن المهم في كل ما يجري هو ما حدث لطائرة الرئيس، ولديها تبعات أخرى، ولكن مهم جدا أن نعرف ما هذا الدرون، ما إمكانياته التقنية، وكيف يمكن أن يصل، وأيضا الوصول إلى الأورال وإلى أقصى مدى في روسيا، وهل هناك إمكانية الآن عبر اليو جي، لأن هناك يو جي 23 ليس 22 وحسب وإنما 23، وهذا الاستخدام الذي يمكن أن يتوقعه الجميع بالنسبة لليو جي 23 سيكون له الدور. لكن مع ذلك فإن مسألة الرادارات لا يمكن الاعتداد بها، لأن مثل هذه الإجراءات بعيدة كل البعد عن الاستخدامات التي لديها اليو جي 22 المتخصصة في الحرب الإلكترونية والإجراءات المضادة في الحرب الإلكترونية لا أكثر ولا أقل، وهذا هو الأمر الواقع. لكن تزويدها بالعشرين كيلوغرام وتحويلها إلى انتحارية في هذا الشأن سيكون له ما بعده، لأن في التجسس لا تخدم إلا حوالي 100 كيلومتر لا أقل ولا أكثر، هذا هو المعمول به، وهذا هو المدى الذي يمكن من خلاله أن تكون موجهة، أن يكون هذا الدرون موجها بنسبة 100% في حدود 100 كيلومتر، وما عداه يصبح هو بالبرمجة المستقلة. وهنا يحضرني شيء أساسي، أن مثل هذا الدرون الذي يمكن أن يشتغل في ظروف جوية قاسية من ناقص 40 وإلى 50 درجة، ناقص 40 درجة وإلى 50 درجة، وبالنسبة لما سيكون عليه الحال مستقبلا فإن مثل هذه العمليات ستتكرر بعد خروج هذه البرودة الشديدة في آخر أيام الشتاء. معنى ذلك أن أيام الربيع سنشهد ليس اليوجي وحده، وإنما أيضا باقي هذه الدرونات، وهذا هو التطور الاستثنائي الذي يجب التأكيد عليه، أن درونات أخرى شاركت في هذه العملية، وهو ما ناقشناه في الفيديو الأول. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.